انت جاي من ايه؟ ايه يا كابتن حاجة ولا ايه؟ جاي من ايه انت اخلص؟ جاي من درس خارج من درس. درس ايه؟ درس كيمياء وفيزياء. عارف. طب طلع الموبايل يا دول الحاجات اللي معايا. دي كده يا كابتن ما تعصبنيش بقى في دين امك بقى طلع الموبايل والحاجات خليتنا سيبي في الدين في ميتين امك بقى. طلع عاد الموبايل والحاجة اللي معاك. يا كابتن مش معايا حاجة يا كابتن انا لسه ما تخنقش امي طلع الحاجة اللي معاك. يا كابتن احنا ولاد منطقة واحدة ما ينفعش كده. ولا منطقة بلد بتاع طلع الحاجة. يا كابتن يا زكريا. يا كابتن. ما تخافش مش هعمل لك حاجة ده زكريا عادي. ماشي يا كابتن بس يا كابتن احنا ولاد منطقة واحدة ما ينفعش انت بتعمله ده يا عم. فين كتب يا كابتن انت بتشتغلني يا عم؟ انا ساكن هنا يا كابتن. بتشتغل ساكن فين؟ حل قال زكريا. زكريا. يا ابني تجري كده ليه؟ خد يا تعالى اقول لك. خد يا امسك يا زكريا موبايلك هيقع يا ابن المره يا زكريا وربنا ما انا سايبك يا ابن المره عارفك وهجيبك وعارف المسؤولي بتاع الكيمياء خد يا خد وراح فين ابن المره اللي كان بيصورنا